بنهنئ نجمنا وابن مصر العالمي محمد صلاح. ابدع محمد صلاح قبل قليل بورتو وفاز ليفربول 4-1. صعد ليفربول هيقابل برشلونة وميسي. وما ادراك ما ميسي؟ صلاح وميسي. المهم صلاح سجل هدف. طب جميل، فده ما هو ده الجميل بقى، انه سجل هدف. صلاح سجل هدف، صنع الهدف الاولاني ده لمانيه، وانتهت المباراه بفوز ليفربول وصعود ليفربول. بيقدم مباراه ممتعه رغم احنا كنا موجودين على الهواء، ولكن كنا بنتابع محمد صلاح نجم العالمي بيصنع المجد من جديد. وقلنا الماتش اللي فات محمد صلاح يعود، وبالفعل يعود محمد صلاح ايضا في هذه المباراه. كان عندنا امال كبيره يسجل، وسجل بالفعل محمد صلاح النهارده. محمد صلاح ايقونه، محمد صلاح الدنيا كلها بتشوفه وبتبص عليه، بتتابع محمد صلاح ابن هذا الوطن العظيم. ولما كمان مصر يكون عندها النجوم اللي زي محمد صلاح، تقدر حضرتك بكل قوة كده عندنا بدل محمد هيبقى عندنا مليون محمد صلاح في كل المجالات. عندنا في الكرة اهو، وبيتعمل النهاردة في كل المجالات، ولكن كمان مصر